في السنوات الأخيرة اتولت الدولة تقديم تسهيلات وتمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وده لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شباب كتير استفادوا من تمويل للمشروعات اللي الدولة بتقدمها وقدروا إنهم ينجحوا في مشاريعهم، زي طارق أحمد اللي قرر يعمل مشروعه الخاص بيه وهو مصنع مخلل داخل قريته، قرية المقاطع، إحدى قرى محافظة المنوفية. وبعد ما حقق نجاح كبير بمنتجاته اللي بقت تلف كل محافظات مصر، وكمان بقى يورد لفنادق ومنتجعات سياحية كبيرة، قدر إنه يصنع كمان الخل جوه مصنعه. المشروع مش بس خدم طارق، لا ده وفر فرص عمل لشباب كتير من أهل القرية، بدل ما كانوا بيسافروا مدن تانية وبيضيعوا وقت، المشروع ده غير حياتهم للأفضل وحسن من دخلهم. كمان طارق بقى عنده مصنع تاني وزود من عدد العمالة عنده، وبقى بيوفر لهم وجبات وسكن للمغتربين بعد ما زادت قيمة مبيعاته لأكتر من 100%. طارق فخور جداً بالتسهيلات اللي بتقدمها الدولة للمشروعات، هي مش مجرد تمويل، لأ كمان بتعفيهم من الضرائب الكبيرة، وكمان قال إن صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مش مجرد بيديلك فلوس وخلاص، كمان بيربطهم بالسوق وبالتجار، والصندوق بيدفع لهم اللي بيحتاجوه من بضاعة. صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدر إنه يخدم شباب كتير زي طارق وغيره، وتوفير فرص عمل لعمال كتير، وده بيحسن من دخلهم وبيقضي على البطالة وبيسرع من عجلة الإنتاج، وده كله تم في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.